الغرض من ذلك هو الحد من التجاوزات والعشوائيات التي حدثت في الآونة الأخيرة في مقبرة وادي السلام التي امتلأت بالكامل وامتلأت حتى الشوارع وحتى الأرصفة، وبالنتيجة أصبح من الصعب دفن الموتى، خصوصا الكل يعرف أنه محافظة النجف وادي السلام يقتنيها العالم الإسلامي من جميع أنحاء العالم. فسعت الهيئة الوطنية من أجل إيصال الخدمات فقامت بتخصيص هذه الأرض البالغة مساحتها 6600 دونم لإنشاء مقبرة نموذجية وخدمات البنى التحتية للمقبرة النموذجية، وترتبط بطريق روحي مع المقبرة القديمة، ويتم تنفيذ الطريق الروحي وخدمات البنى التحتية والسياج خاص بالمقبرة وخدمات البنى التحتية على نفقة المستثمر ومن أموال المستثمر. تقع المقبرة شمال موازية، هي موازية للمقبرة القديمة. داخل هذه المقبرة الكثير من الخدمات المقدمة من الشركة، دار ضيافة، جامع كبير، مركز صحي، مركز شرطة، أضافة إلى أن الشركة خصصت قطعة أرض مجانا لمجهولي الهوية والشهداء. لأول مرة تصير هيك مقبرة نموذجية عندنا بالنجف. طبعا بنفس الوقت أكو جانب ثاني، من تشتري قطعة قبل يجي غيرك يجي يدفن بها بدون أن تعلم، بينما هذه السرعة تحدد لك القطعة ما حد يقدر يتجاوز عليها. اليوم مقبرة النجف القديمة لا امتلأت، للتخلص من هذه الاختناقات والزخم تولدت الفكرة لدى شركة أديم الأرض لإنشاء هكذا مشروع يليق بقدسية هذه المدينة.